في المرة السابقة تحدثت للأطفال عن الذكاء. أنا بشتغل في راديو فريش، مذيع مقدم برامج أطفال، ومعي مجموعة من الأطفال بيساعدوني في هذا الشغل. ونحن عنا مثلاً 4 برامج، وأحيانا بكون مثلاً بطل هالبرنامج أو أصدقائي مثلاً بيكونوا حدا منهم بطل البرنامج. في عنا برامج ترفيهي، برامج تعليمي، برامج حقوقي. شاطر كثير في مدرستي، واساتذتي وانساتي كلهم بيحبوني. انا مخصص وقت للدراسة، مخصص وقت للشغل، مخصص وقت للعب. وكرة القدم حبيتها لانه انا كنت تابع كريستيانو رونالدو على اليوتيوب.